أهلا بكم أعزائي المشاهدين في تغطية جديدة بتأتيكم من موقع صدى البلد. ساعات كتير التهريج والهزار بيجيبوا نتيجة عكسية تماما وبيضر كل اللي حوالينا بشكل مش مقصود، والحقيقة ده اللي حصل بالظبط مع محمد هنيدي وبنت أجنبية بتشبهه، وتحديدا في شخصية عفة الشربيني واللي قدمها من خلال فيلم جاءنا البيان التالي. الحكاية بدأت بتعليقات المصريين والعرب في حسابات تايلر، وده اسم شبيهة هنيدي والسخرية اللي كانت كبيرة جدا من شكلها وستايلها بشكل عام، والربط ما بين ملامحها في الحقيقة وما بين الشخصية اللي قدمها هنيدي في الفيلم واللي اتعرض من سنين فاتت. الغريب ان لما هنيدي حاول يدخل بروفايلها فشل، واكتشف انها عاملة له بلوك واعلن ده وكتب بعيدا عن الشبه، بس ليه ادخل بروفايلها علشان اعرف مين دي؟ الاقيها مدياني بلوك، يلا ما هي الكيمياء كده غدر. بعض الناس بدأت تدور على السبب اللي خلى تايلر تعمل بلوك لهنيدي، بس خليني أقول لكم مين البنت دي وبتشتغل ايه قبل ما نقول ايه اللي حصل. تايلر واحدة من مشاهير التيك توك وإنفلونسر بيتابعها أكتر من 114 ألف شخص كمان، أعلنت من فترة عن حملها وقالت قريب قوي هكون ماما. أما بقى عن الحكاية اللي خلاها تعمل لهنيدي بلوك، هو اللي حصل إنها حست بغضب كبير جدا وعانت من اكتئاب شديد بعد ما ترجمت تعليقات المصريين والعرب اللي كانوا بيتريقوا على شكلها وبيعملوا لها منشن لهنيدي. كمان بدأ الناس يقولوا إنها متحولة جنسيا ويشتموها ويتنمروا على شكلها، وبدل ما كانت صفحتها بتجيب لها فلوس وشغل كتير بقت عبارة عن تريقة وسخرية من شكلها وما بقتش عارفة تشتغل. تايلر شبيهة هنيدي شخصية عفة الشربيني في جاءنا البيان التالي أكدت كمان إن اللي حصل معاها أثر على صحة الجنين، وده لأنها أصيبت بالقلق والاكتئاب وعشان كده قررت تاخد خطوة البلوك لمحمد هنيدي. يا ترى بعد ما تايلر خرجت عن صمتها وحكت معاناتها، هل هيعتذر الفنان محمد هنيدي؟ وهل هتتوقف تعليقات التنمر والسخرية وتشبيهها بالرجالة؟ ده اللي هنشوفه في الأيام اللي جايه.